السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم لايف جديد محل توب ارتيكل. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم مجموعه من لي زاكسسوار ديال الحمام التي لا تصدأ نهائيا. لي بزاف ديال السيدات سولونا واش الا كنت قريبه للبحر او عندي لابارتمون قريبه للبحر واش هذا الشيء يقدر يصدي ليا ولا لا. فاليوم ان شاء الله غادي نجاوبوا على هذا السؤال وغادي نبارطاجي معكم كاع لي زاكسسوار ديال الحمام اللي ما كتصديش نهائيا وبشهاده جميع الزبناء اللي تقداو من عندنا. وتا حنا جربناهم في ديورنا يعني الحمد لله باقيين مزيانين وخا الماء وخا الفابور وخا التدواش يعني ما كاينش المشكل. اول حاجه قبل هادشي بغيت نشكر كاع الناس اللي ضامنوا معنا اذ الفيضانات الاخيره اللي جات في مدينه تاغونيت بالضبط قصر بني سبيح. بزاف ديال الناس صيفطوا لنا المساعدات، بزاف ديال الناس دعوا معنا، بزاف ديال الناس يعني عاونونا بالدعم النفسي والدعم بالدعوات ديالهم وكذلك الملابس الاغطيه المواد الغذائيه. فشكرا لهم بزاف 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 من هذا المنبر. والله لا يضيع اجر المحسنين، يعني اي واحد دار واحد العمل او واحد الخير فمشكور وجزاه الله عنا الف خير. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم كما قلت لكم هذاك لي زاكسسوار ديال الحمام والموديلات اللي كاينين فيه ان شاء الله باش تشوفوا معايا الجديد اول باول. وتخفيضات راه باقه مستمره، حنا كنا حددنا ان نهار الحنين غادي يكون غير في واحد الشهر ولكن استجابه العديد من الزبناء ديالنا خليناهم مفتوح. يعني اي منتج عجبك راه فيه بروموسيون ثمن زوين مقارنه مع المواقع الكبيره ومع المحلات اللي كيبيعوا جوده ممتازه، حيت كاين بزاف ديال لي برودوي كتلقاهم نفسهم ولكن ناقصه لا كاليتي ناقص شويه الثمن. حنا حاولنا نجيبوا جوده ممتازه باثمنه مشجعه جدا. فبقوا معنا حتى الاخر لايف ان شاء الله باش تشوفوا جديد المنتجات اللي جبناهم حاليا عندنا بمحل توب ارتيكل ومتوفره بجميع الفروع. اول حاجه لي باج ديالنا هما هادو يعني توب ارتيكل ميزون، غادي ديروا سواء انستغرام تيك توك فيسبوك يوتيوب غادي يطلع لكم. اللي يدخل هذا اللايف يبارطاجي اللايف ماكسيموم مع السيدات اللي مهتمه بهاد لي زاكسسوار او الناس اللي كيقلبوا على دي زاكسسوار ديال الحمام يكونوا بجوده ممتازه لا تصدأ نهائيا. غادي نبارطاجي معكم ان شاء الله هاد الموديلات هادو جداد يلاه جاو. شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله يعني كاليتي ممتازه. اش فيهم؟ فيهم 6 ديال البياسات. شد معايا السيحية هادو 6 ديال البياسات يعني باك كومبلي. فيه علاقه الفوطه دايره، علاقه الفوطه طويله ديال شيته السنان، فيه ديال الصابونيه، فيه ديال علاقه الفوطه يعني طويله ومتوسطه. ها انتم كما تشوفوا علاقه الفوطه طويله هذه، كاين علاقه الفوطه دايره ها هي، كاينه عندنا الصابونيه ها هي الصابونيه ديالها. كل شيء هذا الشيء الومنيوم. اللي كيخاف انه لي زاكسسوار يصديو ليه ولا دا اينوكس شكروا ليه اينوكس ومشداه في الاخر لقاه ماشي اينوكس، فاليوم عندك الحل بمحل توب ارتيكل. هذا الومنيوم لا يصدأ نهائيا ومضمون مدى الحياه، يعني مضمون 100% لان حنا جربناه مع بزاف ديال الزملاء ديالنا تقريبا لمده 20 او 25 عام وحنا كنبيعوا في هذا لي زاكسسوار ديال الومنيوم لا تصدأ نهائيا. وكاين ايضا فيه منظمه ديال كاس ديال شيته السنان كما تشوفوا معنا، بابي جينيك 6 ديال البياسات، بابي جينيك علاقه فوطه دايره، علاقه فوطه طويله، صابونيه ديال شيته السنان وعلاقه البينوار 6 ديال البياسات. والثمن راه ثمن جد جد مناسب. شوفوا معايا تبارك الله لا كاليتي كيفاش دايره. الثمن اوليوه 280 درهم، 250 درهم، 230 درهم فقط، 230 درهم فقط. اللون الكري شوفوا معايا تبارك الله، يعني اللي بغى يتهلا في الحمام وينظمو بواحد الشكل اللي هو انيق وجذاب فما عليه الا هذا الموديل هذا. بارطاجيو عفاكم هذا اللايف باش يوصل اكبر عدد ديال السيدات اللي مهتمه بلي زاكسسوار ديال الحمام اللي ما كيصديوش نهائيا. ودابا غادي ندوزو لكم اللون الاسود الاكثر طلبا عند السيدات. بزاف ديال السيدات هما كيبغيو هذا اللون الاسود هذا لان بحكم الجماليه ديالو انيق زوين تعطي واحد الديكور زوين يعني ما شاء الله، وكيخافوا انه يصديه لهم. هذا ما يصديش هو نهائيا لانه فري الومنيوم كله الومنيوم. علاقه الفوطه دائما كيجي بعلاقه الفوطه دايره، كيجي بصابونيه، تيجي معاه الكاس ديال شيته السنان حتى هو، كيجي معاه ديال بابي جينيك ها هو الشكل ديالو، زائد انه عنده علاقه البينوار اللي هي هذه ها هي تقدر دير فيها بينوار فوطه صغيره اي حاجه. وكلهم كيجي معاهم الفيسات ديالهم لي كروشي باش كيتفيكساو في الحيط. يعني هذا اون فوا بوغ تو، تقدر تبدل مثلا الحمام او الجليج وهذا تحيدو وتعطيه لشي واحد ويبقى عنده حتى هو يضرب ليه مده طويله 10 سنوات 12 عام على حسب انت تتعيا منه كتحيدو.
كما تشوفوا يعني تبارك الله ما شاء الله كاليتي ممتازه. ما غاديش نوصيكم على الكاليتي لان الحمد لله بشهاده جميع السيدات اللي داو من عندنا شكروا الكاليتي. داكشي علاش كنشاركوا معكم هاد لي زاكسيسوار ديال الحمام اللي ما كيصديوش. بالنسبه للناس اللي سولونا على واش كتبيعوا هاد البياسات بوحدهم يعني كل حاجه بوحدهم، نعم كاينه كل حاجه بوحدها، بغيتيها في اللون الرمادي الكري ولا بغيتيها في اللون الاسود، بجوجهم متوفرين. بغيتي كري كاينه، كاينه علاقه ديال الفوطه دايره بوحدها، صابونيه بوحدها كاينه، كاينه ديال علاقه طويله حتى هي كاينه، كاينه ديال شيتات سنان، يعني كاين اي بياس بغيتي هنايا راه كاين بوحدو الا بغيتوه، سواء بغيتوه في الكري ولا بغيتوه في الكحل. ها نتوما باش تشوفوا يعني كيفاش داير الشكل ديالها. هاي خدت الموديل اللي شفتو دابا ها هي. بالنسبه للثمن راه درت لكم ثمن زوين بزاف، هاد راه كان كيتباعوا 80 درهم 90 درهم، هاد اللون الاسود درنا لكم 60 درهم فقط، 60 درهم فقط. شوفوا معايا يعني الثمن اللهم بارك. اللي بغى يبروفيتي في لي زاكسيسوار ديال الحمام فاليوم عندك الفرصه بمحل طوب ارتيكل، محد هاد الجوده تبارك الله ممتازه والثمن جد جد مناسب. طاقي السيدات اللي عزيز عليهم لي زاكسيسوار ديال الحمام وبغاو يتقداوهم كيجيهم ثمن غالي، اليوم عندك الفرصه بمحلات طوب ارتيكل غتلقى منتجات جديده ودي زاكسيسوار ديال الحمام لا تصدأ نهائيا. عندنا ايضا غادي نبارطاجيو معكم ايضا ستوب ديال الفوطه، ستوب ديال الفوطه بزاف ديال السيدات سولونا على ستوب ديال الفوطه. ها هو كما تشوفوا يعني كاليتي ديالو مزيانه، كنديروا الفوطه هنايا، كنديروا لي كروشي هنايا، ها هما لي كروشي ديالهم، لومبالاج ديالو تبارك الله تيبان زوين انيق اللهم بارك، كنعرفوا الجوده ديال المنتج غير من لومبالاج. كذلك السمك ديال الالومنيوم، السمك ديال الالومنيوم يعني تبارك الله ما شاء الله زوين عملي. بالنسبه للثمن هادو راه تلقاوهم 280 عند محل طوب ارتيكل، حسب لكم 230 درهم فقط في اللون الكري. وبالنسبه للون الاسود ها هو حتى هو راه متوفر، كان 299 درهم، درنا لكم واحد الثمن زوين بزاف اللي هو 250 درهم فقط. شوفوا معايا لا كاليتي اللهم بارك، يعني تبارك الله ما شاء الله كاليتي ممتازه. اللي بغى يبروفيتي في لي زاكسيسوار ديال الحمام ما عليه الا يجي، متوفره دابا حاليا في جميع محلات طوب ارتيكل، الثمن 230 الكبير ديالو، اللون الاسود 250. اللي بغيتو لي زاكسيسوار هادو كانوا ب 280 درنا لهم 230 درهم، وهادو اللي كانوا ب 350 299 درهم درنا لهم 280 درهم فقط، يعني 280 بروفيتيو في لوكازيون. مرحبا بكم، ما عندناش غير هادشي، عندنا بزاف ديال لي زارتيكل ان شاء الله نبارطاجي معكم خطوه بخطوه. كاين صندوق التوفير اللي بغى يجمع 3000 درهم، اللي بغى يجمع 5000 درهم، ها هي يعني اي ورقه لحتي هنايا ولا فلوس لحتي كما بغاو يكونوا كتضرب على مثلا كتكوشي الورقه اللي لحتي، مثلا لحتي ديال 20 درهم كضرب عليها، ديال 50 درهم كضرب عليها، ديال 5 لحتي 5 دراهم 10 درهم كضرب عليها، لحتي ورقه ديال 200 درهم ولا 100 درهم كانت القضيه شويه زايده نغزه كما كيقولوا ياك، شويه يعني عندك شويه الشيط شي شويه كتوفرها وكتلوحها، فاش كتسالي كتلقى 5000 درهم. ملي كتكوشي هادشي كامل كتلقى 5000 درهم جمعتيها، سواء بغيتيها للمدرسه للوليدات ولا للطبيب ولا للسفر ولا للطوارئ ولا اي حاجه. كما تشوفوا كاينه ديال 5000 درهم، كاينه ايضا ديال 10000 درهم، يعني الناس اللي كيبغيو يجمعوا العيد الكبير تيقول لك راه ما بقاش عندنا الفلوس باش نشريو العيد الكبير، ها هي الفرصه يعني ذهب تجمع 10000 درهم من هنا العيد الكبير تلقاها مجموعه ان شاء الله. اللي شاط اللي قسم الله 5 10 200 50 تقضي الغرض. وكاينه ايضا ديال 20000 درهم، هادو صحاب المشاريع اللي بغى يبدا مشروع جديد تجاره الكترونيه ما عليه الا يدير هاد الصندوقه يقضي الغلط. كاين عندنا صراحه بزاف ديال المنتجات اخرين ان شاء الله نبارطاجيو معكم. بالنسبه للاثمنه هذا راه غادي يبقى لكم ب 50 درهم، ديال 3000 درهم وديال 5000 درهم غيبقى لكم ب 60 درهم، وديال 10000 درهم غادي يبقى لكم ب 70 درهم، يعني الثمن واعر بزاف. اللي كانوا ب 150 130 100 درهم، وديال 20000 درهم غادي تاخذوها غير ب 80 درهم فقط، يعني اللهم بارك. بارطاجيو هذا الفيديو مع السيدات اللي مهتمه بهاد لي زاكسيسوار والمنتجات ديال علي اكسبريس علي بابا والمواقع الكبيره، قول لهم محل طوب ارتيكل جاب لكم ثمن زوين وجاب لكم منتجات اللي زوينه وعمليه لتنظيم وترتيب البيت بطريقه سهله وبسيطه. عندنا ايضا هاد المنظمه ديال الثلاجه
اللي كنديروا فيهم الفواكه، نديروا فيهم هذيك الخضروات اللي كتكون طازجه تكون زوينه، ما كتبغيش يعني كثرت الضغط، كتحطها هنايا كتجي من الضمال، الخوص، الوراق ديال الزيتون، كاين البروكولي، كاين الفريز، كاين الحب الملوك، يعني كل واحد شنو كيدير فيها، وبالتالي كتنظم لك الثلاجه بواحد الطريقه اللي زوينه وعمليه. وزائد انهم داروا لها هاد الشبيكه هذه، شوفوا معايا هاد الشبيكه، الا كان الصوت مسموع مزيان عافاكم ديروا لي الصوت راه مسموع مزيان، ولا كتعجبكم هاد طريقه الشرح، حيت بزاف ديال السيدات قالوا لي كتطول الهضره بزاف واختصر باش ما نملوش من الفيديو. اشنو رايكم في هذا الكلام هذا؟ عافاكم بارطاجيو معايا الاراء ديالكم باش ان شاء الله نحاولوا نقدموا لكم يعني محتوى اللي هو خفيف ظريف وفي نفس الوقت ما يشدش لكم الوقت بزاف. كاين هذه الكبيره ديالها 80 درهم داروا لها هذه الشبيكه هذه، وكاينه الصغيره ديالها 70 درهم. شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله عمليه كتنظم الثلاجه وتقدر دير وحده فوق وحده بكل سهوله وتعطيك واحد النظام اللي هو زوين وعملي. كاين ايضا منظمات اخرين تما راه كاين موجودين في جميع محلات توب ارتيكل. غادي نبارطاجي معكم ايضا لي لانش بوكس، بزاف ديال السيدات عندهم لي لانش بوكس، كاين ديال على 3 وكاين على 4 لي لانش بوكس، هادو تبارك الله ما شاء الله لقاو واحد الاقبال كبير عند السيدات عمليين كيشدوا السخونيه، لان هاد الحافظه يعني هاد الصاك هذا كيحافظ على درجه الحراره ديال السوائل اللي كاينه لداخل او الاطعمه بطريقه سهله وعمليه كما تشوفوا. كاع هادو اللي كيكونوا مغلفين بالالومنيوم كيكونوا كيشدوا سخونيه، وفيهم 3 ديال البواطات وكاين اللي فيهم 4 ديال البواطات. هام 4 ديال البواطات تبارك الله ما شاء الله. الثمن هادو راه تلقاهم في الانترنت 250 درهم، محل توب ارتيكل جاب لكم الجوده اللهم بارك، و 180 درهم فقط. وكاين هذا اللي فيه 3 ديال البواطات 150 درهم فقط. وكاين هذا الموديل هذا الساك شوفوا معايا اللي فيه حتى هو تيرموس لداخل وايزوتيرميك، الثمن ديالو 100 درهم فقط. يعني تبارك الله ما شاء الله بزاف ديال القراعي ديال الاطفال. السيدات اللي باقي ما شراوش القراعي ديال الاطفال حتى هما راه متوفرين على الاشكال ديالهم والانواع ديالهم. كاين هذا بحال الموديل ديال السياره ها هو كيتعلق حتى هو زوين. كاين هذا الموديل هذا حتى هو ما شاء الله زوين 49 درهم، وكاين هذا 79 درهم. وجاو ايضا هاد الموديلات هادو اللي بحال تيرموس، هو فعلا تيرموس والشكل ديالو زوين، يعني بغيتي تدير فيه الماء، الناس اللي ما كيبغيوش يديروا الماء في البلاستيك ولا السوائل السخونه في البلاستيك ما عليكم الا بهادو، الثمن ديالهم زوين وكذلك الشكل ديالهم رائع، وكيديهم الكبار والصغار، فيهم هذا الحجم الصغير هذا ها هو، وفيهم الحجم الكبير، وفيه الزواقات، يعني الزواقات راه كاينين ما شاء الله. شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله، يعني تويشيات اللهم بارك عمليين زوينين لتنظيم وترتيب البيت وديال الخرجات، يعني بطريقه سهله وبسيطه. شوفوا معايا لي لانش بوكس اللي كانوا ب 150 درهم في جميع المواقع درنا لهم 100 درهم فقط، 100 درهم فقط. شوفوا معايا اللهم بارك 100 درهم. الا كيعجبك بحال هاد السولد كليكي جيم بارطاجي مع الناس باش كلهم يستافدوا من جميع المنتوجات، ومازال الخير جاي ان شاء الله. كاين عندنا ايضا هادو 100 درهم، فيه جوج ديال الطبقات ايطونش محكمة الاغلاق 100 درهم. كاين عندنا هذا ايضا 100 درهم، حتى هو كيتسد مزيان محكمة الاغلاق. شوفوا معايا تبارك الله كيفاش داير. كاين عندنا هذا الموديل حتى هو 100 درهم، جوج ديال الطبقات اينوكس محكمه الاغلاق، يعني كاين ما يدار في محلات توب ارتيكل. شوفوا معايا ايضا هذا الموديل هذا حتى هو رائع وفيه اللوينات 80 درهم فقط، اينوكس من الداخل، كل شيء هذا الشيء راه اينوكس. وبالنسبه للسيدات اللي كانوا سولوا على لي لانش بوكس ديال الوليدات، ها هما صغيورين ساندويش خفيف ظريف، الثمن درنا لهم فقط 69 درهم، يعني غير اللي ما بغاش يبروفيتي في لي لانش بوكس. شوفوا معايا 80 درهم فقط في 4 ديال الالوان. وكاين ايضا هذا الموديل اللهم بارك، شوف معايا الكاليتي ديال البلاستيك كيفاش دايره، لا فينيسيون كيفاش دايره، 100 درهم حتى هو اللي كان 150 130 140 درنا لهم 100 درهم فقط. يعني دائما كاين الجديد محلات توب ارتيكل، غتلقاو مجموعه من المنتجات اللي كنتو كتشريو في المواقع الكبيره غتلقاوها باثمنه مناسبه في محلات توب ارتيكل 100 درهم فقط. شوفوا معايا جوج ديال الطبقات اينوكس محكمه الاغلاق، ما كتخليش تسرب السوائل، وتقدر تستعملها على طبقه وحده، تحيد الطبقه هذه
وهاد الغلاقه ديرها هنايا وتستعملها على وحده. بغيتي عندك ساندويش كبير ولا وجبه كبيره يعني بغيتي دير الماكله ديالك ودير مثلا الفواكه هنايا ولا الفاكهه ولا اي حاجه تبقى ايزولي، راه غدير جوج طبقات. بغيتي دير وحده دير وحده، وهذه راه كتسد مع هذه يعني تتولي طبقه وحده. بغيتي تخدمها جوج طبقات تخدمها جوج طبقات. ايضا الساك اللي كيحافظوا على درجه الحراره حتى هما راه كاينين، فيهم الصغار وفيهم الكبار. كاين هذا الموديل ديال الكبار حتى هما كيهزوا لانش بوكس وقرعه ديال الماء، يعني تبارك الله ما شاء الله كاين بزاف ديال لي برودوي ما شاء الله. وبالنسبه للاكسسوار ديال الحمام راه كاينين. بالنسبه للسيدات اللي كيسولوا على شي حاجه ما كتصديش نهائيا، كنصحكم تاخذوا الومنيوم فري لا يصدا نهائيا ومضمون مدى الحياه. يعني ما كنقول لك راه مضمون، حنا جربناه مع العديد ديال الزبناء ديالنا والحمد لله دائما كتلقى يعني تعاليق زوينه. اغلبيه السيدات اللي خذوا عندنا لي زارتيكل كلهم شكروهم، يعني واحد 95% 94% اغلبيه ديالهم كلشي شكروا المنتجات ديالنا، اللهم لك الحمد، وهذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. كاين ايضا المنتجات والمنظمات اللي كيلصقوا بالحفير حتى هما راه باقي فيهم السولد، اللي بغى يجي بروفيتي مرحبا به. هذا الشيء كامل كيشد بالحفير وبلا ما تقب الحيط بطريقه سهله وعمليه وكيشد مزيان. علقت الصنداله ديال ايكوكو ها هي مازال متوفره، علقت الصنداله ديال ايكوكو اللي كتخلي الصنداله ديال الحمام داخل الحمام يعني بلا ما تخرجها برا، او كتستعملها لعلاقه الفوطه تقدر. هذه حتى هي بلا حفير، فيها الحجم الصغير وفيها الحجم الكبير. وكاين ايضا هذا الموديل هذا ها هو لي كوان ديال الحمام حتى هما الومنيوم لا يصدأ نهائيا. لا بغيتي دي لاغام دي مثلا العلاقه لونسومبل ديال الحمام هذا اللي كيشد في الحيط، هذا ديال علاقه الفوطه بابي جينيك شي تسنان كلشي، ودير معاهم كوان ديال الحمام. كاين ديال جوج طبقات وكاين ديال ثلاثه طبقات، انا غنوريكم. كاين متوفر في الاسود وايضا متوفر في اللون الكري، شوفوا معايا تبارك الله ما شاء الله لا يصدأ نهائيا، يعني شي حاجه اللي مضمونه. وايضا بغيتي دير العلاقات ديالهم حتى هما راه متوفرين، العلاقات هادو العلاقات اللي كيشدوا في الحيط حتى هما راه متوفرين ما شاء الله بجوده ممتازه ما شاء الله، لا يصدأ. وخا تكون اونفاس مع البحر يعني هذا الشيء الحمد لله راه مضمون. وبزاف ديال السيدات راه داوهم كما قلت لكم وشكروهم لينا، فان شاء الله نبارطاجي معكم يعني المنتوجات الاخرين، منظمات ديال الفوطه، لي اكسسوار ديال الحمام، كاع اللي الحاجه اللي كتعلق بالحمام ولا عندها علاقه بتنظيم البيت بطريقه سهله ومنظفات البيت. يعني نهضروا على جفيف فريغونا باش كتنظف الارضيات بطريقه سهله وبسيطه، نهضروا على هاد الجفيف هادو الكاريين ابتداء من 100 درهم، نهضروا على هاد الجفيف هادو جوده ممتازه، نهضروا على هادو اللي كيجمعوا الماء، يعني المنظفات ديال البيت كاملين كلهم متوفرين محلات توب ارتيكل. وكذلك البارة ديال الحمام اللي بزاف ديال السيدات كيقلبوا عليها وما كيبغيوش يحفروا الحيط، كيبغيو يلصقوا الخاميه كدار في الكوزينه ودار في الحمام ودار حتى في الصالون. بزاف ديال السيدات استعملوها للصالون، وكاين اللي دارها نشار كينشر فيها الحوايج، يعني كيدير هاد لابار كتشد من راس للراس بلا حفير وكتزاد وتنقص على حساب العبار اللي بغيتو. مثلا نعطيكم مثال، هادي كتمشي من المتر 10 حتى ل 2 متر، ونعطيكم الكبر منها كتمشي من متر 35 حتى ل 2 متر 50. عفاكم بارطاجيو معايا الاراء ديالكم على طريقه الشرح واش مناسبه لكم ولا كما قالوا بزاف ديال السيدات فكر الهضره بزاف. كاين هادو ها هي كما تشوفوا الثمن ديالها غتبقى لكم ب 80 درهم، والكبيره غادي تبقى لكم 120 درهم، يعني اثمنه جد مناسبه مقارنه مع الجوده والطريقه كيفاش كتلصق، اللهم بارك الصح والعمل. ندوزو ايضا كاين بزاف ديال المنتجات اخرين لي زاكسس الادوات ديال التنظيم ديال المطبخ بحال الشبكه البلاكار اللي كتجي فوق لافابو، العبار 65 سنتيم. شوفوا معايا تبارك الله كيفاش دايره عمليه، لقيت واحد الاقبال كبير عند السيدات الحمد لله. بزاف ديال السيدات داوهم شكروها نظمات ليهم، يعني الروبيني كيجي هنايا، المواد ديال التنظيف كيجيو هنايا، المعالق الكيسان داكشي تبارك الله منظم وانيق، وفي نفس الوقت يكون هنايا مغطي، وزائد عندك الفوق تتحط فيه داكشي اللي بغيتي هنايا كتستغل اللي عندك لاسباس. اللي ما عندكش لاسباس راه هذا راه كافي، العبار 65 سنتيم، وكاين ايضا العبار 85 سنتيم. كاينش غير هادشي، كاين منظمات اخرين اللي بحال هادو الشبكه ديال الماعن اللي غير كتحط، كاين بحال هاد الموديل هذا كتحط وكتعلق، كاين هاد الموديل هذا ها هو،
كاين هذا اللي فيه جوج ديال الطبقات اللي كيجي فوق لافابو حتى هو يعني تبارك الله ما شاء الله اللي كان ب 450 درنا ليه 380 درهم ما بقاش فيه بزاف يعني الكونتيتي قليله بزاف اللي بغى يجي بروفيتي. كاين بزاف ديال التشويشيات اللهم بارك لتنظيم المطبخ بشكل انيق وجذاب. قرعه الزيت معفره حتى هي قرعه الزيت الرشاشه حتى هي راه متوفره ليلوج ديال السيليكون كلشي هذا الشيء ابتداء من 100 درهم غادي تقداي يعني منتجات زوينه اللي كنديرها الثمن محلات توب ارتيكل. كاين ايضا منظمه ديال الملابس كما تشوفوا باش كنحطوا الفاطين نحطوا الجينات نحطوا الملابس منظمين كنجبد يعني بواحد الطريقه اللي سهله وما كنرونش الماريو وفي نفس الوقت يعني كنمشي للحاجه ديريكت وكنوفر المساحه. كاين منظمه ديال التقاشر والزيوفه مقسمين منظمه ديال المناط والكوفرلي الملابس ثقيله فيهم الصغار وفيهم الكبار. كاين بزاف اللهم بارك ديال المنتجات اكسسوارات ديال الحمام اكسسوارات ديال المطبخ منتجات ديال الانترنت الاكثر طلبا منظمات ديال القطاني والحبوب على الاشكال ديالهم الانواع ديالهم عصارات ديال الليمون بجوده ممتازه اللي كتعصر لك ليمونه بطريقه عمليه في اقل من دقيقه يعني كتعصر لك ليمونه او حامضه او رمانه او اي حاجه بجوده ممتازه حتى هي راه جبناها ب 130 درهم. لي هاشوار الاشكال ديالهم الانواع ديالهم كيبداو من 120 درهم بغيتي كاليتي مزيانه 180 220 الخلاط الوحش كلشي كاين اللهم بارك منتجات زوينه. ودابا غادي نبارطاجيو معكم احسن وافضل منتج بزاف ديال السيدات كانوا كيقلبوا عليه اللي هو هاد الطابلو اللي كيغطي المكانه ديال الضو يعني السوارت ديال الضو هذا كيغطي السوارت ديال الضو. اجي نشوفوا شي واحد شوفوا معايا تبارك الله كيفاش داير يعني كيجي بحال هكا كتبان لك طابلو وهنا كتكون المكانه ديال الضو يعني كيكون ساترها وكيتسد بها الطريقه كيتعلق كيجي بحال طابلو بحال ما كاين والو وقدر تجيبو واقف بحال هذا الشكل هذا وتبارك الله ما شاء الله يعني هذا المنتج راه كان داير ضجه ومازال عليه اقبال كبير عند السيدات وكان غالي كان بشي 300 درهم ولا مع 400 درهم. محل توب ارتيكل جابوا لكم اثمنه واعره بزاف وجوده اللهم بارك ابتداء من 120 درهم فقط يعني الصغير كاين المتوسط كاين اللي كبر منه وكاين الكبير كاع تبارك الله ما شاء الله. كاين لو شوا بمحلات توب ارتيكل وكاين جوده ممتازه اللهم بارك شوفوا معايا يعني تبارك الله ما شاء الله منتج رائع اللي بغى يبروفيتي في لوكازيون فمرحبا به. الا كيعجبك بحال طريقه الشهر خلي لينا اللهم بارك خلي لينا الراي ديالك باش ان شاء الله نبارطاجيو معكم يعني محتوى اللي غادي يفيدكم ان شاء الله وغادي يكون خفيف على قلوبكم. شكرا مره اخرى للسيدات اللي دعمونا في الفيضانات الاخيره ديال قصر بني سبيح حتى قنيت. شكرا اللي دعم معنا شكرا للناس كاملين اللي يعني خذوا المبادره وساهموا معنا بالملابس بالحوايج بالاغطيه بكل شيء. شكرا شكرا بزاف من القلب وان شاء الله الله يسمعنا عليكم وعلى اهليكم ان شاء الله خبر ديال الخير. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي بلايف جديد بمنتجات جديده وان شاء الله نكونوا يعني خفاف الظل عليكم. وكان معكم امين فريق عمل توب ارتيكل والسلام ورحمه الله تعالى وبركاته.